لما تتكلم على الكرة الألمانية ينبغي أنك أنت تنحني احتراما الحقيقة لكرة متفوقة ومتقدمة على مستوى العالم، سواء كنت بتكلم على مستوى المنتخبات أو حتى على مستوى الأندية. ولما تتكلم على الكرة الألمانية لابد أنك أنت تتكلم على طبعا الكبير بايرن ميونخ، واحد من أقوى الأندية الحقيقة، هو بالتأكيد الكبير في البطولات الألمانية بحكم التاريخ وبحكم الأرصدة وبحكم كمان أنه هو يمكن يكون الفريق الوحيد اللي موجود على الساحة في ألمانيا يقدر ينافس ويحقق ألقاب أوروبية. إذا كنا بنتكلم على الشامبيونز ليج، واحد من أساطير الحقيقة اللي تولى التدريب مش بس بايرن ميونخ لكن كمان بروسيا دورتموند، وهو نادي كبير ونادي منافس دايما في السنوات الأخيرة في البونز ليجا. طبعا أوتمر هيتسفيلد طبعا واحد من أهم الأسماء اللي تولت تدريب بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، وحقق عدد كبير جدا من الألقاب في الفترة اللي تولى فيها المسؤولية. هو ضيفنا النهاردة اللي بننفرد بلقائه من خلال الفيديو كونفرنس، هيكون ضيفنا في السادسة. بداية شرف كبير لينا ظهورك معنا على شاشة الأهلي، وأهلا بك في السادسة. شكرا جزيلا، أنا سعيد جدا بوجودي معكم. ونعم نحن هنا في ألمانيا، نتابع الكرة أيضا في صعيد العالم كله، في مصر بكل تأكيد. ملفات كثيرة أحب أخذ رأيك فيها، ملفات متعلقة طبعا ببايرن ميونشن، ملفات متعلقة بالبونزليجا، وملفات أخيرا مرتبطة بالمنتخب الألماني. والبداية خليني أبدأ معك مع بايرن ميونخ. الصفقات أسماء كثيرة جدا طرحت في الفترة الأخيرة سواء بالقدوم أو بالرحيل عن الأليانز أرينا. والبداية خليني أسألك على صفقة ساديو ماني، الصفقة اللي تم الإعلان عنها مؤخرا، إزاي بتشوفها وإزاي بتشوف الإضافة اللي ممكن يقدمها ساديو ماني بعد مشوار ناجح مع ليفربول لفريق بايرن ميونخ؟ نعم، ساديو ماني هو توب ترانسفير، هو انتقال رائع وقوي جدا للبايرن ميونخ، بايرن ميونشن وللبوندسليغا بشكل عام، فهو قوة وإضافة قوية، سوف يقوي النادي بكل تأكيد. وأعتقد أنه لاعب مرن ولديه مرونة تكتيكية، وسوف يساهم بكل تأكيد في تحقيق نجاحات للفريق لبايرن ميونخ بكل تأكيد. هل تعتقد أنه وجود ساديو ماني هي مقدمة لرحيل روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق، اللي أعلن في أكتر من مناسبة عن رغبته في الرحيل من البايرن وحدد بالفعل وجهته أو رغبته في أنه ينتقل لنادي برشلونة؟ احتمل، لست متأكد أن روبرت ليفاندوفسكي سيغادر بايرن ميونخ. أنا أعتقد عليه أن يظل هذا العام، فهو لديه عقد مع بايرن ميونخ، ونحن نعلم أن المفاوضات مع السبورت دايركتور المدير الرياضي حسن صالح هاميديتش، فهناك كلام كثير حول هذا الانتقال مع بسبب روبرت ليفاندوفسكي. ولكن ساديو ماني بكل تأكيد من الناحية الفنية سيكون بديل واختيار رائع وقوي جدا في حالة رحيل روبرت ليفاندوفسكي. بعض التقارير وبعض التصريحات اللي ارتبطت بخورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو ربطت بين اسم رونالدو سي ار 7 وانتقاله لبايرن ميونخ، وبعض التصريحات اللي خرجت ايضا من بعض المسؤولين في بايرن قالت انه الصفقه دي لن تتم لاسباب عده. هل شايف انه رونالدو من الممكن ان يتواجد في اليانز ارينا، وهل ممكن انه يمثل اضافه لفريق بايرن ميونخ ودعمه في سبيل الحصول على مش البوندسليغا؟ انا عارف البوندسليغا يمكن بالنسبه لبايرن ميونخ مش هدف كبير قوي، لكن الرغبه الاساسيه والهدف الاكبر هو الحصول على لقب الشامبيونز ليج. بكل تأكيد كريستيانو رونالدو هو لاعب رائع وقوي جدا. أنا لا أعتقد أن كريستيانو رونالدو سوف يأتي إلى البوندسليغا أو سوف يأتي لبايرن ميونخ، فهو لا يتوافق مع فلسفة الفريق، فريق البافاري بايرن ميونشن. الفريق بايرن ميونشن كما نعلم لديه فلسفة وسياسة تعاقدات معينة، فهو لا يناسب معها أو لا يتناسب معها. إذا اتكلمت على منافسة على لقب بحجم الشامبيونز ليج، وأنت طبعًا كان ليك عدد كبير جدًا من الإنجازات والبطولات اللي حققتها مع بايرن ميونخ، لو بصيت على الأقل للموسمين الأخيرين، الموسم ما قبل الأخير اللي توج باللقب فريق تشيلسي وقد جاء من بعيد، ما كانش حد متوقع الحقيقة إنه تشيلسي عنده القدرة على تحقيق اللقب،
لكن قيادة توماس توخيل لتشيلسي قدرت تحقق الفوز بلقب او تحقيق لقب شامبيونز ليج. السنه اللي فاتت كمان تكرر نفس السيناريو ولكن مع فريق اخر وهو فريق ريال مدريد، برضو جاء من بعيد وتخطى عدد كبير جدا من المنافسين، منهم تشيلسي نفسه حامل اللقب، منهم بي اس جي واحد من اقوى الفرق اللي كانت مرشحه لتحقيق اللقب، منهم كمان مانشستر سيتي، ووصولا طبعا لقدرته على تجاوز ليفربول في النهايه. من وجهه نظرك ايه اللي يمنع او ايه اللي ينقص فريق بايرن ميونخ في سبيل تحقيق لقب الشامبيونز ليج؟ دعني أذكر في البداية أن بايرن ميونخ قدم موسم رائع، وطبعا كما نعلم في البداية كان يواجه بعض الصعوبات وخرج من كأس ألمانيا في الموسم الماضي، وظل يعاني بعض الوقت بعض النتائج في بداية الموسم، ولكنه رجع بقوة لأنه فريق بطولات وحقق الدوري الألماني الأخير في الموسم الأخير أيضا. هو فريق أيضا قوي، أنا أؤمن ببايرن ميونخ وأعتقد أنه منافس قوي في كل البطولات وبطولات أوروبا وبالأخص الشامبيونز ليج. هو فريق لديه إمكانيات ولاعبين رائعين على قدر المسؤولية ويفهمون مدى أهمية البطولات وخصوصا الشامبيونز ليج بكل تأكيد. هل في مراكز بعينها أو في صفقات بترى أنه على بايرن ميونخ انه يحسمها عشان يستعد للموسم القادم؟ انا اعتقد ان بايرن ميونخ في البحث عن مراكز معينه في هذا الوقت. نعم قام ببيع بعض اللاعبين. انا لا اعتقد ولا اتصور ان بايرن ميونخ في حاجه كبيره لتدعيم بعض الصفوف. على سبيل المثال تم الترانسفير الانتقال لمازراوي من اياكس، وهناك بعض الانتقالات، فهي تدعيم قوي لصفوف الفريق. فعندما يغادر روبرت ليفاندوسكي عندنا البديل. قامت بايرن ميونخ وإدارة بايرن ميونخ مع المدير الرياضي طبعا بدعم الفريق على سبيل المثال بساديو ماني، وقد يكون ايضا بديل في حاله رحيل ساني بكل تاكيد. طيب الكلام عن رحيل روبرت ليفاندوفسكي مش هقدر ابعده عن رحيل واحد من اهم اللاعبين في الدوري الالماني في الفتره الاخيره، ولاعب طبعا في بروسيا دورتموند اللي انت توليت مسؤوليه تدريبه، ايرلينج هالاند. في كتير من الناس بترى انه رحيل ليفاندوفسكي وعن البايرن وايرلينج هالاند عن بروسيا دورتموند من الممكن انه يفقد البوندز ليجا اثنين من اهم وابرز نجومها، ومن الممكن انه يؤثر سلبا على شعبيه البطوله نفسها بعيدا عن الفرقتين. نعم، ولكن من وجهة نظري قد يؤثر بشكل سلبي نعم على البوندسليغا وقوة البوندسليغا طبعا، ولكن ليس لوقت طويل من وجهة نظري. أعتقد أن الأندية تعمل على تدعيم وتقوية الفرق وصفوفها بلاعبين رائعين أيضا، ورأينا ذلك على سبيل المثال ماني، ويأتي أيضا لاعبون آخرون للبوندسليغا، فهذا قد يكون قوة أيضا في المستقبل للبوندسليغا. رؤيتك كواحد من أهم المدربين الألمان على فكرة مستوى أو قوة المنافسة في البوندسليغا، الحقيقة يمكن سيطرة البايرن وهيمنة البايرن في السنوات الأخيرة ولسنين طويلة ومواسم متتاليه يمكن اضعفت بشكل كبير جدا من 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 متعه متابعه البونز ليج. والسؤال هنا في كتير من الانديه اللي عندها كتير من الامكانيات زي، وكانت بالفعل في فتره من الفترات بتنافس زي باير ليفركوزن، زي بروسيا دورتموند، زي مونشن جلادباخ، لماذا ابتعدت او لماذا ضعف مستوى المنافسه في البونز ليج؟ نعم أنا أعتقد أن بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند لديهم بعض الإمكانيات المالية مقارنة بالأندية الأخرى في تدعيم صفوفهم بلاعبين سوبر يؤدون بشكل رائع وينافسون على البطولات ويساعدون في تحقيق نتائج رائعة،
وهذا سبب مهم جدا هو تدعيم الفريق من الناحية المالية والمادية ومن ناحية الماركتينج أو التسويق. يستطيعون بتسويق لاعبين أو العمل على بيع لاعبين وكسب الأموال، فهذه هي فلسفة، هذه هو طريقة أو طرق من طرق التسويق بكل تأكيد، ويعمل بروسيا دورتموند عليها بشكل رائع. رغم يمكن أنه يعني في الفترة أو في السنوات والمواسم الأخيرة باستثناء فرانكفورت طبعا اللي أبارك لك على تتويجه بلقب اليوروبا ليج السنة دي، رغم الابتعاد نوعا ما الأندية الألمانية عن المنافسة، إلا أنه الحقيقة ألمانيا دايما بتملك منتخب قوي ومنتخب قادر على المنافسة ولديها عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين في أهم الأندية الأوروبية. إزاي بتشوف فرصة المنتخب الألماني في التتويج ببطولة كأس العالم، وتقييمك سريعا لمستوى منتخب ألمانيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية؟ نعم، فرانكفورت يعني فاجأنا كلنا هنا في ألمانيا، هو فريق فعلا قوي. نحن بكل أمانة لم يكن هناك أي حسابات لدينا كخبراء للكرة الألمانية أو أندية أو الشعب الألماني بأن فرانكفورت سوف يحقق هذا الإنجاز. يوغن يورف هذا مدرب رائع، وطبعا استطاع أن يقود الفريق بشكل قوي جدا. بالنسبة لهانز فليك وبالنسبة المنتخب الألماني، أنا أعتقد هانز فليك سوف يقدم أيضا مردود قوي مع المانشافت الألماني، وهذا ينعكس بكل تأكيد على قوة الفريق وقوة المنتخب الألماني. أنا أعتقد أن هناك عندنا في البوندسليغا في 3-4 فرق هم الأقوياء، ويساهم لاعبين بكل تأكيد مع المنتخب بشكل رائع. طيب يهمني أخذ رأيك في تجربة اللاعبين في الفرق الألمانية، يعني لدى العديد من اللاعبين المصريين تجارب مع عدد كبير من الأندية الألمانية، يمكن أنت واجهت بعضهم وشفتهم في الملعب، يمكن تابعت بالتأكيد طبعا لاعب زي محمد زيدان، لاعب زي هاني رمزي وغيرهم من سمير كمونة وغيرهم من الأسماء. رأيك في المستويات اللي تقدمت، مين من اللاعبين دول لفت نظرك، وإيه النصيحة اللي توجهها للاعبين المصريين اللي ممكن يكون عندهم فرصة للاحتراف في الأندية الألمانية؟ أنا أنصح كل لاعب أن يؤمن بنفسه ويؤمن بقدراته وبقوته لكي يظهر ذلك وينعكس هذا على أدائه في الملعب. عندما يلعب بشكل رائع ويركز في المباريات ويركز في ظهور أو إظهار قدراته الفنية، فهذا بكل تأكيد دعم كبير لكل لاعب لتحقيق نتائج رائعة، ويكون لديه فرص في الاحتراف على سبيل المثال لدينا هنا في البوندسليغا عند أندية كبيرة بكل تأكيد، وهذا أمر مهم جدا. يعني من المعلومات اللي عرفتها أنه بدايتك في الكرة كانت في فريق بازل، وهو بالمناسبة نفس الفريق اللي بدأ فيه نجم المصري محمد صلاح مشواره الاحترافي. إزاي بتشوف مشوار محمد صلاح، المكانة اللي وصلت ليها، فرصته في تحقيق الأفضل على مستوى العالم، وهل بتشوف أنه من وجهة نظرك الأفضل أنه يستمر مع ليفربول ولا ممكن يبحث عن تجربة جديدة؟ هذا يتعلق بالمدرب، لابد أن الحديث هنا يتم من خلال المدرب. ماذا يقول المدرب بشكل عام عن اللاعب، عن احتياجاته من هذا اللاعب؟ نعم، المدرب لديه رأي قوي، يتحدث مع البريزيدنت، مع الرئيس، ويقومون بعملية أولا التفاوض ويشرح احتياجاته. مو صلاح طبعا لاعب رائع، لاعب عظيم بكل تأكيد. من بين الأسماء اللي يمكن بعد تغيير طبعا الجهاز الفني المنتخب مصر، من ضمن الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية باولو سوزا، وأنا أعتقد أنك أنت توليت تدريبه لفترة من الفترات في الوقت اللي تواجد فيه أعتقد في بروسيا دورتموند، رأيك فيه و يعني تقييمك لمشواره كمدير فني؟
طيب السؤال على باولو سوزا، واحد من الاسماء المطروحه لتولي مسؤوليه المدير الفني لمنتخب مصر، وانا اعتقد انه كان في تجربه جامعتك بيه، دربته في الفتره اللي كنت بتتولى فيها مسؤوليه بروسيا دورتموند، واعتقد حققت معاه او هو حقق لقب دوري الابطال، ازاي بتشوف مشواره وممكن يكون ايه الاضافه اللي يقدمها للمنتخب المصري؟ هو فعلا مدرب رائع وقدم أداء رائع. أنا أعتقد هو أيضا رائع ومحترف ولديه عقلية قوية جدا، ورأينا ذلك كيف يطبق أفكاره مع الفريق وتطوير الفريق، فهو ممتاز جدا واختيار رائع جدا إن أتى إليكم بكل تأكيد. بالنسبة للمديرين الفنيين الألمان اللي يمكن في السنوات الأخيرة تخطوا حدود الدولة أو يعني الدوري الألماني وقدموا الحقيقة تجارب كانت ملهمة جدا ناجحة جدا مع فرق غير ألمانية، زي طبعا أو أبرزهم توماس توخيل مع تشيلسي ويورجن كلوب مع ليفربول. بتشوف يعني إيه التجربة الملهمة بالنسبة لك ومن وجهة نظرك شايف إنها تجربة ناجحة جدا، ومين هم عموما أفضل المدربين الألمان من وجهة نظر أوتمار هيتسفيلد؟ بكل تأكيد نعم، لدينا مدربين رائعين يقودون العالم في هذا الوقت، لديهم العقلية الألمانية والالتزام ويعملون دائما طبقا لخطة موضوعة، دائما يظلون هادئين ويعملون على تحليل المشاكل والأداء والبرفورمانس من وقت لآخر، وهذا يساعد بكل تأكيد، وهذه العقلية الألمانية، وهذا يساعد، وأيضا يستطيعون العمل مع مساعدين لهم باختيارات موفقة دائما، يقدمون كل الدعم لهم، يعملون دائما في تيم، وهذا سر نجاحهم. دائما المنتخب الألماني كان بيقدم لنا يعني مجموعة طبعا من أفضل اللاعبين، لكن الأسماء اللي هقولها دي كانت علامات تاريخية في مشوار المنتخب الألماني، بداية من فرانز بيكنباور مرورا بكارل هانز رومينيجي وصولا للوثر ماتيس، والقائمة تطول. مين من وجهة نظرك بيعتبر حاليا امتداد للأسماء دي أو للقائمة دي؟ أنا أعتقد كل مدرب أيضا رائع يستطيع بإظهار لاعبين رائعين في أندية، أنا أعتقد أنا شخصيا أرى أن هناك بعض التقدير الكبير يرجع لقوة المدربين، لأن المدربين يلعبون دورا هاما جدا في إظهار مثل هذه النجوم. لكن في الملعب في التسعين دقيقة مين الاسم اللي تعتبره وتراهن عليه في نسخة كأس العالم 2022 يقود منتخب ألمانيا في محاولة لتحقيق اللقب؟ بما يخص اللاعبين هناك لاعبون يظهرون بشكل رائع ويقدمون أداء رائع. لا أستطيع هنا القول أو ذكر أسماء معينة، ولكن الكل يظهر بشكل رائع. أوتمار هيتسفيلد بشكرك شكرا جزيلا، كان شرف ليا مقابلتك على شاشة الأهلي، بشكرك على مشاركتك معنا وكل التوفيق للكرة الألمانية، تبقى الحقيقة واحدة.